مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه التفاعليه الشوف تيفي. اعلنت وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه اليوم الثلاثاء عن تسجيل 3059 اصابه جديده مؤكده بفيروس كورونا خلال 24 ساعه الماضيه، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى 1,189,656 حاله في المغرب. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر العدد الإجمالي في 16,087 حالة وفاة. وتم تأكد أيضا وفق المصدر ذاته من أن 1,460 حالة شفاء إضافية ضافت ليصل يعني عدد التعافي إلى 1,161,581 حالة. فهذا مشاهدينا، غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.